البخيت يبعث برسالة هامة لقيادات الإصلاح بشأن مأرب. ماذا قال؟ للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قناة نبأ الإخبارية، أخبار اليمن لحظة بلحظة. بعث القيادي البارز في صفوف الجماعة الحوثية محمد البخيتي رسالة هامة لقيادات وأعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح بشأن مدينة مأرب. وقال البخيتي في تغريدة له على موقع التدوين المصغر تويتر: أنصح حزب الإصلاح بتسليم مدينة مأرب سلميا حقنا للدماء، لأن تحريرها أصبح مسألة وقت. وأضاف قائلا: ونحن سنتولى مهمة تحرير ما تبقى من أرض اليمن، ونضمن لهم المشاركة في العملية السياسية في المستقبل مقابل حيادهم ولو في آخر لحظة. وزاد بالقول: وإذا ما أصروا على القتال في صف دول العدوان التي تنبذهم فإنهم سيخسرون كل شيء، حسب قوله.